شاهد: محمد علي الحوثي يتجول في ميناء الحديدة غرب اليمن. نشاهد التفاصيل. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف القيادي محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى حقيقة ما يحدث في ميناء الحديدة، ونشر الحوثي فيديو يظهره أثناء قيامه بجولة في ميناء الحديدة، وعلق بقوله: شاهد كل ما يقال عن عسكرة ميناء الحديدة لا صحة له. كما نشر فيديو آخر علق عليه بقوله: تم زيارة الميناء والاطلاع على مستوى الجاهزية فيه، وما يقال عنه إشاعات فقط.